نظمت جامعة طنطا بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قافلة تنموية شاملة في قرية كفر بلطم التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية. شهدت القافلة التي تشمل 16 عيادة متنوعة تقديم الخدمة الطبية ل 1056 حالة، فضلا عن صرف الدواء بالمجان. وشهدت القافلة أيضا إجراء اختبارات محو الأمية لثمانية من المواطنين وتقديم عدد من الخدمات البيطرية. الحالات البسيطة بنقدر نكتب لها علاج ونشخصها اللي جايبة أشعتها، في حالات تانية بنحولها للجامعة محتاجة تحاليل أكتر أو أشعات أكتر. الحمد لله اللي كان في سهولة في التنظيم، ويعني المرضى كانوا متعاونين والجامعة كانت موفرة صيدلية فيها معظم الأدوية اللي احنا كنا محتاجينها. نحاول على قد ما نقدر ان احنا نوفر كشف بالمجان وعلاج بالمجان، وفيها كافة اجراء كافة العمليات، وبنحاول نخلي المواطن يكون مبسوط ونسد احتياجاته. جيت كشفت بعاني من ركبتي بخشونة الأيام ده، وكشفت في الكافلة ودوا علاج مجاني وكشف حلو يعني كويس، والحالة حلوة خالص تمام. وفرت عليا مواصلات وانا كنت راجع ما بقومش والله، وبعدين استليت وجيت الدكتور جابنا حد والحمد لله. الخدمات كويسة جدا، ويا ريت تتكرر على طول كل شهر، حتى الناس اللي ظروفها تعبانة أصلا وعندها تعب يكشف.